نقطة بان دونيا إنا نسلتها أو أه إني من مستشرقيني أي دوتك كينين أمي نميدن إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمي أها أي دوتك كينين إن مجتمعي مكوها مجتمع الثانية توم هولند ومستشرق يقرا إنجليزا وإسلام كآدي أدو نعب وحولي بوغ ليرا إن the shadow of the sword أيو ليه هاي محاضرة إنترنت كوتشرتا وخيا يو ونن آدي أسلام كون عب أيو حكول ليه هاي هدينا أقبل الله وحي مسلمين تي نوشيجيا أتو بروف إرسالة هدينا أقبل الله وحي مسلمين تي نوشيجيا أو آه إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمها إن ما كي أي هايد بيأد والثانية بركول ليه بيأد والثانية أسلام تعبد تكماش يكون الله أسلام تعبد وشرين ديمو هرم ميلا هاين إسلام ركاسي كريستان يا يهود كما نولين كريستان يا يهود مكة كما نولين وواي هاتي كريستان يا يهود كما نولين أي كما نولين مكة معنى هذا واحد وين نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان يو إن أرماها كوي من وحكا قاضي علماء يهود علماء كريستان كا أيوكا قاضي تستحادنا مكي إني كنت هالي برتمها صحارة عربتا توم هولاند مركو صدح ذا ريموت سو شاكتي ويري هادين ورا على مسلمين تسي ليهم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم امها ان ما كاي كنت لس ان ميل برتمها صحارى عربتا او كمانان كيلومتر كفوق ها قلب الحضاره وهي فلسطين الشام او جوجين كريستيان كي يهودي علمادودي كتبتودي اي تالي يو انت صدحات مجتمع الريمك اهي المجتمع الثانيه وحكالي يا إماش كسب بحياة بويري وإنا إنه أقنصنا إنه قرنا إنه قرآن كياي وحي من الله إنه قرآن كياي وحي من الله لكن توم هون إن إيه مدرسة كسر شيءه وقابط سرت مستشرق مرايكنا يسون آدي يا إسلام كون نعب الله إله تون وسبرو مدرسة بولي هاي أردن بولي هاي إن توم هون كم باكمل ده وحي أمسينهين waxay aaminsan yihiin in makkada quraanka laga sheekeynayo in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku dhashay kuna koray inaanay ku oolin fil hijaz ay ku taalay xuduuda u dhaxeysa suuriya iyo falastiin badankoodu saasay raadaan qaar baa iraq bay ku taal oo makkada laga sheekeynaya ee wasiriinta ahay ما هم كوكوت علي جزيرة العائلة كوكوت علي إن حجاز كوكوت علي سيء أودين أي واحد ليهن أكوت وضعنا أي ليهن دتكي أم قفكي ساسير هذا دتكي أم قفكي القرآن كان قري وحوها قف كل إحنا ولا مجتمع يهود إيه النصارى كوبن مجتمع يهود إيه النصارى كوبن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أقون الله كتاب يهودا يو كتاب مقدس كنصارى وأشكتان معلوماتك وقرآنك كقرية وافق سن أما أؤيك إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول حديثك يعني رأينا إن هرومينينا هنبينينا سمع سمع حويان وحلاقي يابا وحيابا دين تين وافق سن إن كتبته هذا لقاه لا لقي يابا سكر ميسيد وحيابا بيني وحيابا خلاف سنة إن لقاه لا أي لقي يابا مركا حتى متكود بقى وحسميي وحسوقة أخبار تلاح للدا أحد يجي قديم كها أنبياء دي كش كان سو قرآن كتها كتها الله قصة ولبة يا حدث ولبة وحولنا يا كتاب قديم كي نصارى وورانا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقصة قاتي كتبتها سي يهودي نصارى قصة قات دود وامحي دود وامحي ولا بقى الرموت وسهلة إلى الرديو مدوام مدة إلا يرام مكي حجاز كم يقولين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لقى شيء كان هو توكت علي حدود سوريا هي فلسطين ولا حيسا بمعنى إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل ما علماء يهودا يا علماء نصارى وكقاتي كتاب القرآن كقاتي لبضبة ولا بأرمود للردي كرايو
واي ايها الاخوه وحنا لينهي اولا الا مانتا الا مانتا وحنا اسكو وافقسن هي ان كتابك المقدس كان نصارى قال ترجمين وفي عربي قال له ترجمين في عهد النبوه او قبل عهد النبوه قال ترجمين مؤرخين تا وربا كو غالده لفتودو ويكيبيديا كلا حداد ايكتو يكو بدنو ان ان كميدا ان غربينتو وحلين قرني 90 ايا له ترجمه اول ترجمه عربيه كتابك المقدس قال لو سميهي قرني 90 اي دخل تلمود كيهودنا دمانتي دوان باب سنه الترجمه معناه دي وحويان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدي وكسو امانيستي اما يو وكبرتي وحويان معناه دي وحوين حتى لقديه وبرغا كقرنا اما عبريجي اما يونانيجي ان ايو برتي لان ماها انك اما كتابك تفسيرك القران انت كو قادنسا انك برتو كتاب رد قديس اقون إنا البروتينية كوكا ضانسة. مالك المركب تنين جعلها كيجلني افكريس ما نقول. سالنا الدبار غوني برا برا محتلين افكريس برو. ارتدى قاركود لبسنا كوكا ضتا. ويحوين عنونتي افكريس اللي كوكا براي. هدانا افكي بقى قومبا. دي برانكري ميسيد. مركا كتاب كتب تودف علي بكومي ترجمين. وحنال اسكوا فقسين ان بعد عهد النبوة الا ترجموا في علي بكترجمين. نبي صلى الله عليه وسلم سوء برتي. يا نبري وهذا الله ليس كله يهي لكن حجة يبرهان أنا هيسن إن ما كذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شيء وكوكري وحي بلا وقيس وقيمد وحين ما كذا احتاج تطلع ومتواتر مؤرخين تأس قوة فصل وحوين أسانيد بلوها يا وحل ضفري كرم مايو ولذلك أيام مدرسة واصبروا مدرسة ديسة حتى مستشرقين تقار كود بايرين ما كانوا حكوا الله يال هذا المعلمها هذا المعلمها ومن ناحية تاريخية مع دين كرام لكن أيها الإخوة وحلينا هاي نما كان محا هذا الكون كوكلي فيه هذا الكون قيمو ليه إنه استعمال كرنا أو إليهين صدح ضاء الرماضة المسلمين تو أي شيكتين هدان كل عليو إنه محمد صلى الله عليه وسلم أمها إن مكي أي هاي إن أكوتها لي إن أرض الحجاز أي مجتمع يقبل شذا ما كنا ولعنا وها مجتمع والثانية أروح علاقة أن لا هين محي يهود النصارى دن كتاب من قرآن هو وحي من الله عز وجل وأي وحي لهذين مسور جلسوا مسور جلس لهذين إن قف بلا آدمية أو بي أنا كنا ولا أو وحب آخرين أو وحب قرين إنه معلومات كاسي يسوق من عندي نفسه وكلي ما دو وحر هو impossible بلاد صورة قل ماها وقف عقله عقله وأقبل كرنا ماها إنه يقول حنو عدينا نبي محمد أمي بوها دليل تاريخ إنه هاي سنة دكين لنا ولا أي أساس كوا وافقين قبل البعثة وبعد البعثة إنه محمد صلى الله عليه وسلم وأمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أي وحيلي بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من الكتب الشيخ الإسلام تبحلي إلى سبحانه وتعالى وحي نوع الديي حال كيسة يعني حال كنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحدتك عامضة يخاصد بأي قانين وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه قوم كل شيء اما كأكران ولا غير كيسي قبيل كيسي ذاتك يا أركينة أي كي قانين وانا وح متواتر الله وذا يقانو عندما غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس عدة حتى أن لكم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم غائب ككاها لكن أخبارتي سواء قادي يورا وحي وذا أغايين أو يسقوا الله وفقين أنمر لك كينين إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا إن أميها لا يقرأ كتابا كتاب مو قرشرين ولا يحفظ كتابا كتابنا مو حفظ سنين كتبت إلى هاي سودة شيء كتبتك له مدنا مو محيط له حافظين من أقول
هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب صحيح بكو قري مجلد كشانات صفحة صدح بقولي ستين صدر ننقالو ورق البيضو مستشرقة أي حقيقتنا أيو إسمنا كو وافق أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الكلام شيخي وعوي والكون هنري دي كاسترو كتابه ليه ليرى الإسلام وعوي ليه هاي ننكني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب بل كان كما وصف نفسه مرارا نبيا أميا وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصره وحليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحما أخرجين وحنا ما قريتين سيد يصوه مرر بضن يسكس فيه إنك ده قرآن كان هرشيكي وحليه سفرها سيها إن أميها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعارضه فيه أحد من معاصريه dadkii la noolaa ee la dhaqmay ee ramaka ah ee quraysha ee arabaheed ee ku harereysna wasfigaasi iyo tilmaanta iyo calaamada in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ummi aha isma khilaafin halkeen ma kan ka keenay waxa weeyeen wax xaqdi wa hasad wa kibr ilaa subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب كون كتاب كسيني يهودي نصارى يعرفونه تفاسير ضميرك إن فسرين تقارك أيو عليا نبي عليا يعرفونه محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم سيد إن مذود أو يقانان واي أثر باكرة المفسرين تو أي كتبته ذكوسه أروريين وعمر رضي الله تعالى عنه لجورنا يوم إن عبد الله بن سلام بكويري عمر رضي الله تعالى عنه لوحة عالم يهودي صو إسلامي وحكويري أكنت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك عبد الله أنت أنا صو إسلامي دين عالم يهودي هذا هذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مياد أتقاني سدى أذينك هذا أتقاني وحويري عبد الله رضي الله تعالى عنه وأكثر سيد عن إيران كيغا أوقان السيو كوين أي أن محمد صلى الله عليه وسلم أن أوقان وايو دي وحويان كتبتو دي بكويا لي كتبتو دي لكن بدن كوغو ويقريين إن يرمك إسلامتي كون مستشرقين تي مانتا نولا دريقة الراعيان وحويان ودريقة لفتي سويان أو إني قارينيان حتى مستشرقين تقارب واحد هذا ما تقرنسا مركي ميلي كما ورطة كدعين وقعوا في ورطة كبيرة أي كل عين مارك أركان جميع الأدلة العقلية هي النصوص ذا هي تاريخ ذا هي مقرنسة أدلة ذا علمي إنا دمان إسبوع ذا فقسيهين إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي صادر أي بعيد هذا النبي بو هلا يكوح النبي كوجارة عرفته نبي عرفته كوجارة أيوها مارك أيها الإخوة يعني إن كتاب القرآن كان لفتيسة هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وها أمي لا يقرأ ولا يكتب ومعجزة وين وتلمام إيسا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وها نبي وإلهي سبحانه وتعالى صادري رسول إلهي سبحانه وتعالى صادري أخي هدينا تلمام مثل كوكره أمورها غيب جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكهذا وعفى لا تاسي وعلى جاب إن أي محاضرة لن يدو أي بهناته إن أما با أي علماء أي مساجد كأخيان إن كتب دلائل النبوة ومسلمين تا قلوبته أخي للصقو وحين كنا على عصر فترة كنا عليه وحين كنا على عصر أبا هن تثبيت الإيمان في قلوب المسلمين والمسلمات أنقفكم مؤمن كي أريس قرقرين أي دين تيس أي إسلام مديس أي وحي هاي أي أستان أمديت كيسة وانتو دي بدأ إسلام صوتها يرى أنا مسلم مسلم بانه وانو كفارية لكن هنا أنه أين الرجال بيت كمرك أين أي مدان أمام قرنسا أين قيبة دين تينا كم إذا أين قرنا شرع هذا أو شرع الإسلام كو نينك توك أو حدا ميجا عندي قوينسا ما قلوين بس أصير هذا طيب أو شرع الإسلام كو ميزانية الرجمينسا ماي أو لوجود شرعون استفاع ما قال هذا كنا راي مساجد أنا مساجد كي هاي با قلوين با يهود بيسوع سومين مساجد كسوع سومين أو علماء يهود كور رباي جوجا ورجع يا كريستان بالهزيمة دم يعني واحد ذكر كسائر المسلمين تمن هزيمين أيهين إلا من رحم الله أو يكح شان أيان ما يكعب سان أيان
إن إسلام لماذا ذي إسلام سوى تاجان في المحافل الدولية إلا إننا ما تشوفنا من هن أمة سخر قرصة أيها الأخوة أمة سخر قرصة من هن واحد هاي أمة لا دري إن تدك الدعوة الجارسيان مركا نمان كيم مرتين مساج بوها با أي واحد ويدينه لهذين أو إسلام كو رجي يضمركم حيل سوس سلامين بول رجي يضمركم حيل سوس سلامين ميت كوا منهزمين تا كاملا الله يغفر له ويوحي له سوى بودوي ما مسلمين ولا متي دنا إن رجي دمرك السلامان هو قرود المتطرفين تا أبوي كوا متطرفين تا أيوم بان أقول إن رجي دمرك السلامان وذات كاملا وذات دي يهود رابعي دن وما عبد هاي ستا مركا وحا قولوا أرتو نوغس كالي رابوها أرتو نوغس جوش كالي رابوها إي آد ورغما وحي رميسيين garka dheer iyo koofiyada waxa xidha wuxuu anaga ba weeydi qoloyinka orthodoxka jewishka taayfada orthodoxku ma baneeyaan in ragii dumarka salaama yuhuudiyina waa cadaystay kee muslim kaana aw isla diinti soo qarsanaya sheekh ahmed idaad rahmatullahi alayhi ayaa sidii tanadi maru mareek yimin intaan soo afrika ka soo dhoofin ba muhaadar soo iclaansaday والمحاضرات الأخرية أميلو بجارسيا محمد صلى الله عليه وسلم the greatest نبي محمد وحوين وكذلك أقوين مركو إيري بوركي كسوة دقي دي فرائرس كي محاضرة أقارب والودي بي ركما محاركي نمكي بدلي بهاشي عوان كي محاضرة وحوين بدلينا هذين محمد صلى الله عليه وسلم a great prophet نبي محمد وحوها نبي وين إن سودتك هو هنا بيك بدلين شيخ أدب وحناقي أدب وحناقي وروح الهدان أنت هكا حشان لسان بير أتكعب سان لسان وحفظ سمين ما يسان يا والله if you cannot propagate produce children هدينا دعوة ذلك قارسين كرين وبرعرون سمودا تردون بدي يبوي إلا وين كان حتى عوان كان يدي صوت ديريبا أتكعب ستين أتكبقتين هدينا الإسلام كي أين أنت كي وشيء كنا نسدوها وبرعرفون دلوا على إن ترد المسلمين تها بديع عموما هذا كنت كاره لا وانسى راي سلام لي أيها الإخوة الدلالة سي عقلي ومهم واي واح واي وحويان يعني واحد شراء ضد بطن وأوبه هني سعقلي أنا لوجا دادعيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبيها رسالة سنة حق هيد إن سيد قالوا قار كم إذا الشيطاننا إن لا إله إلا إله خالق من رمينا لكن رسالة وحي من رمي سنين وحي وواح غير معقولة وحي غير معقول تاعي قف عقلي له أو كل إله من رمي سنة هاي وحويا إله سير رحيمك إلهها سي كريم كأه سوء علاقة وهو جوين يا مخلوق وابورتي مخلوق وابورتي سوء علاقة وهو شر أنت دول كون إنك هاي إذوك تصرفا وحويا إن إلهي سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون ولذلك أي أنبياء صادري والرسل صادري وكتب صادجي وجدد الرسل شاي كتب تاسمع هاي وحي هذا أيها الإخوة إن بلا آدم يقول له هنونيو طريقة أي كو إصلاحيان طريقة أي كو بدباليان إفي آخرة وحن كسو قبل قبيني يا ساني لي طبعا روحة ترى إن دلائش وي بضنتي لكن دور بان دول مري دونا أن أدسو قامن دونو مدبع لقي يابا إن أن توشك كوير إفيو واي كتب ترى والو نقو خراساني لي لي وحويان وكتب بدن ولا خصن كرو ولا درسي كرو سيد العلوم اذا هذين دي وحويان امام نووي مقدمه ده شرح صحيح مسلم ابن حجر باقي صونا قلايا كن يا لو بقول بي غارزيان ان ايات كيس يا علامات كن نبيديسا يا ابراهيم تا يا دلائش نبي نبيديس صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وحق القران كوير ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى النبي محمد حسكي سكرب وقاضي شهدت هون قرني كهر أي أيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقصودي شيء وحويا
وهذا قد تحقق وأرن دبوي ويان ما أنت عدله وحس بدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشروا أفر يلا بتنسى عرو أنك لا جول هين مال الدنيا ذا كمضة أيوم أذن كلي وأشهد أن محمد رسول الله إلي صلى الله عليه وسلم أنت واحد قدرتها سلادي تكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قصة أين قصة لنا وحن قصة لنا أرورتي من قصة لنا هبين كيو من قصة لنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله حسو قف بلا آدمي أو الله حسن مجرو أدوك أبو لهب يحاس كيسي تفسيركم أنت قصة مرين إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كنا وشيغي إني أهل النار هي ما ننتي آية داسي سودكتي و أبو لهب مقلي نبي أدركي إن إسي حاس كيس أهل النار بمعنى إن قالوا كد مريان سنوضو كدب أي سوين الله إعجاز ككتشرة حلقة سوا محي أبو لهب كافرها محاودي ذي إنو رهضوان مسلمي سيدو أبريو آية القرآن أولانا محمد آية داسي وحيقو حكمتي إن أهل النار هي أنا وكان وان إسلام وان إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بركاو النبي محمد شيء جاي دوا قلب ما يدعن والدليل وين أيها الأخوة. تصايا نبي ماذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثال كصدح هذا عن كوخة مايو. وأنا يرفع فاهم دونا إجا رالي هذا. ضد بنبع وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحها ديبو أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيف كففي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحها درابوها ويدوني أن إني تام حكى حيوبيان صفة دي النبي لماذا هي صفة الرسول لماذا إنه قم ديدنين إنه محمد جهادي صلى الله عليه وسلم قف جديدة دو قالوا بيها ما ديدنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم وضاق على قلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه محيط لي وعلى الأحمر تي سجى قال لي مدي دني والركوق قاضي والرلوص هو قاضي يكون حلاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد أود قال لي مشري سيد أوجي هذه مشري سيد قتالك أوجي مشري وح كل الناد أخلاقيات بكل الناد حدود بين هاد ولذلك فتح مكة مكة واحد ماشي أدونك ووجع على به صلى الله عليه وسلم واحد ماشي أصحابتي سلوا عذابي وحيد ماشي أصحابتي سلقة بركة عيا إلى أرض الحبش أي تجين واحد ماشي لقسمي يسوع حرام كسر شو سن ما كان صباح تولي سيد لوجري وينيكي أوجا لقى صاري يسوع ما كشعل صلى الله عليه وسلم لكن ما أنتي فتح مكة ومسألة أبان إن ليستو تاجو سيد أولاد قمي يدقال كل لقى ليسدوها وحن أجن يسدا صحيح مسلم كقصة كان حديث كأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن حديث كأبو هريرة حديث كابن عباس عند أبي داود وحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخل المسجد فهو آمن أنت سوي ورنين كجوري سجلاو آمن باتي آمن ما نقصينه نينك الباب كيس صاحب داو آمن ما نقصينه ninka hubka iska dhigow ina la dagaalamayo aamin baatay ninka masaajidka galow aamin baatay walidalika ayaa ayuha alikhwa dadkii waxay u kala dareereen guriyohoogi iyo masaxarankii baa u kala dareereen galeen sida al-hafiz al-hajar rahmatullahi alayhi sheegayna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ciidankiisii amar ku siiyay inaan la dagaalamin qofna illa qof la dagaalamo mooyaanay